اهلا بكم من جديد. امبارح لما اتكلمنا عن حادث النزهه اللي استشهد فيه الرائد ماجد عبد الرازق، توقفنا كتير جدا عند معنى هذا الشاب اللي بيفدي البلد بحياته، وفي لحظه كده تفكر في بنته اللي عندها 7 ايام. الحقيقه ناس اتكلموا معانا وقالوا يا جماعه انه الحادث ده ما كانش فيه شهيد ماجد فقط، كان في اخرين. والحقيقه انا لقيت ان الناس عندها حق، يعني وان كان انه احنا لم نغفل ده جحودا يعني او تفريقا، لانه كل من يفتدي البلد هو شهيد ونحتفي به. امبارح في هذا الحادث كان الشهيد ماجد عبد الرازق، والحقيقه الحاله اللي هو بيمثلها حالة لابد أن نتوقف أمامها طويلا. يعني هو ترك وراءه صحيح ابنة ما عدتش 7 8 أيام يعني، لكن هو كمان ترك وراءه زوجة هي الآن أرملة شهيد وابنة شهيد، لأن هي بنت شهيد وائل طاحون، وأعتقد أن زوجته يعني أصيبت بصدمة كبيرة جدا. يعني الناس حاولت تتواصل معاها لكن كان التواصل معاها صعب، فربنا يصبرها ويجازيها خير في والدها الشهيد وفي زوجها الشهيد. امبارح كمان استشهد في هذا الحادث مع سيد محمد اللي هو سائق الميكروباص اللي كان في هذه المهمة. سيد من أبناء عين شمس، ويعني كانوا بيدلعوه ببودة، والنهارده في شوارع عين شمس علقوا صوره، واهله كمان ذبحوا عجل ووزعوا لحمته على الفقراء. وتاخدك قوي اللحظه دي، لانه هم عملوا ده لانه يعني بودا كان خلاص هيتجوز قريب، فكانوا مجهزين العجل ده عشان يذبحوه في فرحه، فذبحوه في استشهاده ووزعوا لحمته على الناس. يعني الحقيقة أنا بتقدم بخالص العزاء لأسرة سيد محمد السائق، وبتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل، لأنه في 2 من أمناء الشرطة ما زالوا مصابين حتى الآن. برضو حقهم نقول اسمهم: فرج محمد عبد الحليم 36 سنة وخالد فؤاد 44 سنة، مصابين وإن شاء الله ربنا ينجيهم. السائق المدني ده، عشان في كلام كتير بيتقال حوالين الحكايه، لانه هو مش تبع الداخليه والعربيه مش تبع الداخليه، وفي ناس يقول لك طيب ما هو يعني خدوه من الموقف، الداخليه خدته من الموقف ومر معاهم والى اخره. عايز اقول لحضراتكم انه دي حاجه من عمل رجاله المباحث تحديدا، ان هم لما بياخدوا سواق الميكروباص يطلع معاهم في ماموريه، لانه ده جزء من شغلهم، بيبقوا هم بيتفقدوا الحاله الامنيه، فما بيطلعوش بعربيه الشرطه الرسميه سواء الميكروباص بتاع الشرطه ولا البوكس بتاع الشرطه، لانه ده احيانا بينبه ناس فبتبوظ الشغلانه او بتبوظ العمليه. وبعدين الان المساله اختلفت، يعني هو لما بيطلع زمان يعني قبل يناير يعني كانت في تجاوزات، ويطلع الضابط ياخد الواد بتاع الميكروباص ويطلع معاه وخلاص، يفضل معاهم طول النهار ومع السلامة. لكن الوقت اعتقد او في معلوماتي انه الناس بيتراضوا او بياخدوا مقابل المأمورية دي اللي طلع من معظم الضباط اللي بيستعينوا بيهم، عشان بس ما نسيبش ثغرة الناس تبقى ما اتكلمتش فيها. فعزائي لأسرة سيد محمد السواق، وأعتقد كمان أنه أسرته يا جماعة لو محتاجين حاجة أو يعني برضو الداخلية تراعيهم وتشوف طلباتهم، لأنه هو بالنسبة لنا شهيد، يعني بالنسبة لنا في مهمة رسمية كما نتعامل مع الشهيد ماجد عبد الرازق، فنحن أيضا نتعامل مع الشهيد سيد محمد.